أكد الجيش العراقي أنه ملتزم بعدم استخدام الذخيرة الحية والعنف ضد المحتجين خلال التظاهرات الدائرة للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد، فيما أشار متحدث باسم الجيش إلى أن التظاهر بالقرب من الموانئ والحقول النفطية يعد جزءا من واجبات دولية وخطط لن يسمح الجيش بها. البصرة الغنية بالموارد الطبيعية وكربلاء التي يقصدها الحجاج باتت في مرمى الاحتجاجات العراقية بعدما استولى المتظاهرون على المباني الحكومية لمحافظة البصرة والمطار المقام حديثا في كربلاء، ما دفع السلطات الأمنية إلى إغلاق الطرقات المؤدية لها وكذلك إلى حقول النفط وتثبيت كتل من الإسمنت على الجسور الرئيسية والشوارع في وسط بغداد في ظل ارتفاع عدد القتلى والجرحى وإحباط عملية أدارها المطلوب على لائحة الإرهاب العالمي أبو هارون المنتمي لتنظيم الدولة. نطالب مفوضية الأمم المتحدة، ونطالب مفوضية حقوق الإنسان، ونطالب منظمة العفو الدولية، ونطالب مجلس الأمن الدولي أن يتدخل فوراً لأن قمع للمتظاهرين ده يحصل. ومن الناحية الميدانية يحاول المتظاهرون العراقيون ابتكار طرقا احتجاجية مختلفة عن الأجواء الحربية والعنيفة التي عاشها العراق منذ الغزو الأمريكي، فطارة ينشدون الأغاني الحديثة بطريقتهم الخاصة وطارة أخرى يرسمون على الجدران كمحاولة لتمرير الرسالة المنشودة. قدمت رسمة خاصة بالمرأة تعني انه المرأة شلون تجردت خلال هاي المظاهرات، جردت من الخوف من الكبت وبدت تظهر ملامحها، بدت يعني تبدع تشارك بكل مكان، تساهم باي عمل حتى اذا كان بسيط، المهم تترك بصمة لها. العراق الذي لم يعرف الاستقرار في العقدين الأخيرين باتت شوارعه المكسوة بغضب المواطنين ساحة تستوحي منها الآليات الاحتجاجية، على الرغم من أن الجهات الأمنية تحذر من نشوب الخلايا النائمة من جديد، مستغلين الغضب المحق كما وصفته الطبقة السياسية كون الاحتجاجات تفتقد القيادات والبوصلة، ما يفسره المراقبون بأنه الآلية الجديدة المستندة إلى أفكار يتمسك بها الجيل الصاعد. من فيينا عبر سكايب الشيخ علي الزركاني أمين عام حركة التصحيح الوطنية العراقية، أهلا بك شيخ علي. أولا يعني إلى أين تتجه الأمور مع إصرار حكومة عبد المهدي على المضي قدما في طريقها وإصرار المتظاهرين والمحتجين في كل المدن على هذه الخطوات الاحتجاجية؟ تحياتي لكم وإلى قناتكم الكريمة وسهلا بكم. اليوم 13 أو 14 على التوالي للتظاهرات من 25 ولحد اليوم. التظاهرات تطالب بحقوق مشروعة وهي الآن تشبه الكرنفال العرس العراقي للانتقال من حال إلى حال. الحكومة تحاول تسويف هذه التظاهرات بطرق عديدة، بإصلاحات، بتوفير تعيينات، كلها وعود كاذبة ولا يوجد هناك أي شيء يلمس في اليد لحد الآن من هذه الحكومة. حتى لو قدمت الحكومة شيء قليل هنا المتظاهرين من المحتمل أن يتفهموا أنه الحكومة جادة الآن بإصلاحاتها الترقيعية، ولكن هنالك مشكلة كبيرة، مشكلة الموانئ العراقية والآبار النفطية. أنا قبل 3 أيام واجهت عن طريق قناتكم نداء ورسالة إلى جميع إخوان المتظاهرين الآبار النفطية اتركوها، كونوا بعيدين. وهذه هي تحذيرات الجيش العراقي أيضا والقوات العراقية، يعني عدم المس بحقول النفط وأيضا الموانئ نظرا لأن ذلك يعرض الاقتصاد واستقراره إلى الخطر. نعم، هذا صحيح. وأيضا الشيء الآخر هذا يجعل مسوغ للحكومة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين. هو قبل قليل كان هناك لقاء للناطق العسكري باسم القائد عام القوات المسلحة، يقول أصدرنا أوامر صارمة للقوات المسلحة عدم استخدام العتاد والرصاص الحي. أخي العزيز، أنت لوارك في الجيش العراقي 400 شهيد لحد الآن، كيف سقطوا في الهواء؟ سقطوا في الحجارة؟ كيف سقطوا هؤلاء 400؟ 12 ألف جريح، كيف سقطوا هؤلاء 12 ألف جريح؟
لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا الكذب؟ اعترفوا وقولوا نحن أطلقنا الرصاص. الآن عندما يعني تتدخل واشنطن وتحذر الحكومة العراقية أو تطالبها بإيجاد حلول لهذه الاحتجاجات، هل ستتعامل الحكومة بجدية مع هذه التحذيرات والمطالب؟ نعم، هناك كان اليوم بيان شديد اللهجة من السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضا بيان شديد اللهجة من السفارة البريطانية في بغداد، وتحذير الحكومة بعدم استخدام العتاد الحي والرصاص الحي والقنابل والغازات السامة، لأنه اليوم أصبحنا في 400 شهيد و12 ألف جريح، كيف سقطوا هؤلاء؟ من قتلهم؟ أليس الميليشيات التي تقتلهم؟ قتلتهم؟ نعم. أخوان الأعزاء، طلب المتظاهرين طلبات إلغاء جميع الأحزاب الموجودة حاليا في العملية السياسية، لأنه هذه الأحزاب أحزاب غير عراقية، أحزاب أتت بها ولاية السفيه الإيرانية، والآن العراق ضيعة تابعة إلى الحكومة الإيرانية، على رئيس الوزراء أن يفهم هذا الشيء. أخي العزيز دكتور، نعم وضحت الفكرة شيخ علي الزركاني، وطبعا أمين عام حركة التصحيح الوطنية العراقية من فيينا، شكرا لك.